Le point de vue de Younes. Débat dans le 7-10 à la Chada FM. Il حب المشاكك وكاينه لا كرونيك المشاكك. Alors, اليوم غادي نتكلموا على زيارات ايف لو دريان، جان ايف لو دريان وزير الخارجيه الفرنسي. وي. اللي زار المغرب يوم السبت اللي فات. اكزاكتومون زار سي ناصر بوريتا اللي هو ناديره المحلي. وزير الخارجية ديال المغرب. الخارجية ديال المغرب. ديال المغرب اكزاكتومون. دونك وزير الخارجية واش وزير الخارجية والتعاون واش المهم وزير الشؤون الخارجية والتعاون. الشؤون الخارجية والتعاون. التعاون فوالا. كنقول الشؤون والتعاون اش كيديروا مع بعضهم. الوغ جا يوم السبت 8 يونيو تلاقى بناصر بوريطا. 8 يونيو. يونيو وتلاقى بناصر بوريطا. وقال واحد الجمله سميتها سي كالكان افو لو بلان دو بي امريكان بريير دو نو لو مونتري. الا شي واحد فيكم شاف اتفاقيه سلام امريكيه بخصوص فلسطين واسرائيل يوريوه لينا. يوريوه لينا. هذه غميزه لان جاريد كوشنر اللي مجوج بايفانكا ترامب بنت الرئيس ترامب كان زار المغرب الاردن واسرائيل الشهر اللي فات باش يبيع البروجي ديالو ديال خطط السلام لاجل يحل المشكل ديال اسرائيل وفلسطين. ولكن حنا في المغرب وما تكلمناش على هذه الزياره هذه ديال كوشنر بزاف. ولو ناصر بوريطا اعترف باللي زارنا كاينه زياره. وي فوالا. كانت زياره. كانت زياره اعلن حنا ما عرفناش خطط السلام ديال امريكا بالضبط شنو فيها. سي بور سا كو قال لهم فوالا اللي عنده هذا اللي يوريها لينا. فوالا هذاك باسكو اون فيت ايفير لو دريان كان جا للمغرب حيت كان جاء الخبر باللي كوشنر كان جا للمغرب وكان حاول يبيع لنا هذا لو بلان هذا ديال السلام. دونك بغى بحال نقولوا يقلق السوق. فوالا. ولكن جاب الله لقى ان سي ناصر شي سي ناصر دبلوماسي كبير بالامريكان. سي ناصر قالوا لي كان عندكم وزير الخارجيه هذاك نهار شفت لي اوكي نو ما خبريش ما بخباريش اسمح لي مي سي فغي باسكو صدق الوزير المغربي دبلوماسي كبير تبارك الله عليه. سي ناصر. سي ناصر اعترف بنفس الكلمه كو وي جا جا جادور لو بروفيل ديال هذاك السيد. سيد ان تخي بون دبلومات تبارك الله عليه. قال لي قال لي باللي ما نقدروا نوافقوا على هاد الخطط سلام غير الا عرفنا كل اتجاه محتويات واركان ديالو. نورمال. والركن الاول هو خطط سلام اللي كتعترف بجوج دولات. الركن الاول. الركن الاول هو خطط سلام اللي كتعترف بجوج دولات. زعما هذا جواب يونس كيهضر حنا كنشكلوا ليه ما ديرش لنا. هذا جواب منتج لدافيد فريدمان السفير ديال امريكا في اسرائيل ليوم 8 ديال يونيو جوستومون. حتى هو بنفس النهار قال باللي اسرائيل عندها الحق تحتل على الضفه الغربيه وتستعمرها. واه. الوغ هذه الجمله خلات بزاف من العاصمات الاوروبيه كيتقلقوا ويكرروا باللي خطط السلام اللي خدامه عليها كوشنر جاريد خاصها ضروري تكون بجوج دول. واه. وحتى جون ايف لو دريان وزير الخارجيه الفرنسي اكد باللي فرنسا والمغرب عندهم نفس النظره في هذا الموضوع وباللي حل بجوج دول هو الحل الوحيد اللي ممكن يكون. دونك هاد خطط سلام. وي ما كنفهمش انا الناس كل واحد واش كاين شي واحد كيسكن مع شي واحد في دارو؟ بعنو ما يمكنش. صحه. فوالا. خويا بني دار حدايا ما كاين مشكل ما قلنا لك شي كاع انت جار ما فيك ما يتجمع واخا ما كاين مشكل ولكن تسكن معايا في قاع داري لا. لا ما يمكنش. دونك هاد خطط سلام اللي خدم عليها لو بوتي كوشنر غادي يسابيل بوتي ما نو 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 يسابيل جاريد كوشنر مي موج لابيل لو بوتي كوشنر جاريد كوشنر باسكو وصلوا حيت جوج بمرات جاريد كوشنر باقي قلت لي بوتي غادي نتفاهم انا وياك. دونك غادي تقدم للعالم هاد خطط السلام لو 24 و 25 جوان يعني 24 و 25 ديال هاد الشهر في البحرين. بوريتا قال باللي ما عرفش شنو كاين فيها وباللي في زياره كوشنر للمغرب عاود كرر ليه باللي الموقف ديالي في هذا في هذا المغرب ديال المملكه هي استقلال فلسطين. فلسطين ديجا رفضات هاد خطط السلام الامريكيه. جادور هاد استقلال فلسطين باسكو دائما كنقولوا تحرير فلسطين وتحرير فلسطين مي استقلال جونغ اون انديبوندونس سي بيان سا. رفضوا فلسطين ديجا رفضات هاد خطط السلام لان في 2017 كان الرئيس ترامب عين القدس كعاصمه اسرائيل. وامريكا ما بقاتش محترمه في عينين الفلسطينيين والسلطه الفلسطينيه دونك ما بقاوش كاع رافضين هاد البلان من الاول. فوالا. اخيرا ناصر بونيتا وجان ايف لو دريان لقاو باللي عندهم خلافات كثار في واحد الموضوع هو ديال ليبيا. وي. لان في ليبيا كان كتقول فرنسا باللي خص تو سامبلومون يوقف النار. وي.
وناصر بوريتا قال لهم اولا قبل ما يوقف النار خصهم يخرجوا هذوك الاعضاء كاملين اللي برا من البلاد ما عندهم حتى علاقه اون غو كيدق على فرنسا باسكو هي اللي كانت بدات الحرب تما قال لهم خاص الاعضاء كاملين اللي كاينين تما يخرجوا من البلاد وعاد ديك الساعه نشوفوا شي خطط سلام اللي نقدروا نخدموا على ليبيا دونك في الاخر شنو كاين مورا هاد الزياره هادي بحال الا شفتي جون ايف لو دريون جاي يحاول يقلقل شويه السوق و اون ميم طون يثبت شكون مازال معاه في الخط في وقت اللي فرنسا ما بقاتش قوة عظمى كيف كانت وبلاصتها في السياسة العالمية ملي جا ترامب غادي وكتنقص دونك فوالا سيتي سا مون بوين دو فيو لي زامي ميرسي يونس برافو ميرسي 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 سي فري انا بعدا هادي دائما كنحلى مزيان اننا نتكلموا على حوايج بحال ما كون عارفوا بعدا شنو واقع وي اكزاكتومون حدانا ما شاء الله حنا مغاربه زعما بلاد عندها حدود كيجيو ليها ناس كيمشيو منها ناس وكيجيو وزور من شي دول كيحاولوا يقلقلوا فينا وزراء وزراء ميرسي 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 ميرسي